وحنروح لنحكي عن 20 تشرين الثاني، كان يوم الطفل العالمي هايدي، واحتفلت الناس بهذا اليوم. اليوم الناس عم تحتفل بيوم الطفل العالمي، ونحن عنا بالضفة الثانية آلاف الأطفال اللي استشهدوا بغزة. الناس عم تحتفل بيوم الطفل العالمي، واللي ما استشهد من الأطفال بغزة عم بيعيش بحالة ذعر، حالة رعب، حالة خوف بسبب القصف الإسرائيلي. الناس عم تحتفل بهذا اليوم، وعم شوف أطفال كتير مشردين مع عائلاتهم مع عائلتهم بسبب الممارسات لا شرعية للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. للأسف يا رشا، يعني هي الحرب سرقت من هدول الأطفال طفولتهم وأحلامهم. نعم. وأمانهم. لهيك مشاهدينا، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أقامت وزارة الثقافة فعالية للأطفال بالمركز الثقافي بكفر سوسة بعنوان طفولة ووطن، وتم فيها تقديم العديد من الفقرات، تحية من أطفال سوريا لأطفال غزة. لنحكي أكثر تفاصيل عن الموضوع. بسعدنا أن يكون معنا لليوم الاختصاصية التربوية عزيزة نورس. يسعد صباحك. صباحك. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يعني اليوم من العنوان ملفت، طفوله ووطن. اليوم هذا الطفل بافكاره وباحلامه البريئه بالاجواء يلي عم بيعيشها للاسف، يعني قديش هذا الوطن كان حاضنه لحتى يقدر لهلا يستوعب انه بالحاله الذعر يلي عم بيعيشها. الفعاليه اللي قمتوا فيها حضرتكم كان جدا مهم وخطوه جدا ايجابيه، خلينا نحكي عنها اكثر، كيف تم التحضير لها؟ تمام. هلا نحن اول شيء ما سميناها احتفاليه احتراما للاطفال مثل ما حضرتك قلتي اللي عم تموت وعم تستشهد بغزه، احتراما لظروفهم والظروف الصعبه اللي عم يعيشوا فيها، فنحن سميناها فعاليه مو احتفاليه، مع انه بالعاده نحن بنعمل حفله بيوم الطفل العالمي بتكون انتقاء الاغاني غير، بتكون الفقرات مختلفه. فهي الفعاليه تم التحضير والتنسيق مع وزاره الثقافه، المركز الثقافي، مديريه المركز الثقافي بكفر سوسه، مشكورين جميعا. تم فيها تقديم عدة فقرات، بتضم فقرات عن الوطن، فقرات هي كانت بثابت وقفة تضامنية من أطفال سوريا لأطفال غزة. خلينا نكون أكثر بأجواء الفعالية، نتعرف مين الأطفال اللي كانوا موجودين، أعمارهم، شو الفقرات يلي قدموها، شو المواهب يلي استعرضوها اليوم ضمن الفعالية؟ تمام. هلا هي الفعاليه تم التحضير لها بوقت كثير قصير، تقريبا شهر. تم تدريب اطفال الفئه الثالثه اللي هن موجودين عندنا بالروضه من عمر 5 لـ6 سنوات، تقريبا شيء 100 طفل. قدموا 4 فقرات، 3 فقرات عن الطفوله، فقره عن الوطن، الأغاني كانت الأغنية الوطنية سوريتي هويتي. قدموا فقرة عطونا الطفولة وعدراج الطفولة، وقدموا بيناتهم فقرات فردية، شعر لأطفال غزة، أغنية لفلسطين وغزة، وكمان في أطفال غنوا عطونا الطفولة باللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية وباللغة العربية. فكانت عبارة عن 4 فقرات جماعية و4 فقرات فردية من أطفال فردية. قديش اليوم مهم هي المشاركات والفعاليات ودمج الأطفال بالأحداث اللي عم بتصير بالوطن العربي وخاصة بغزة؟ هي القضية اللي نحن قربينا عليها ونحن بنعتبرها من أهم القضايا الوطنية الثابتة بحياتنا. صحيح. ولكن نحن اليوم أمام جيل، يعني اليوم عم تتعاملي مع أطفال يمكن الصورة ما أنا واضحة بشكل كامل، شو هي فلسطين، شو هنون عرب 48، كيف اليوم غزة وصلت لهي المرحلة؟ قديش اليوم مهم زرع هاي الأفكار الإيجابية، زرع ثقافة الهوية الفلسطينية بوجدان الأطفال؟ تمام. أكيد كتير كتير ضروري نحن نعرف أطفالنا على أنه فلسطين أول شيء هي أرض عربية، أنه الأطفال اللي عم تستشهد والرجال والنساء هن عم يدافعوا عن وطنهم، عن حقهم المسلوب والمغتصب، أنه نحن لازم نكون متضامنين ومتكاتفين ومتعاضين معهم، يعني أقل ما يمكن بإحساسنا، بمشاعرنا، بقلوبنا، حتى لو ما قدرنا نحن انه نقدم لهم اي شيء. فنحن ضروري على الاقل نكون معهم بقلوبنا، ضروري دائما نذكر انه فلسطين عربيه، فلسطين ارض محتله، فلسطين للعرب، فلسطين لاهلها، هن عم يدافعوا عن وطنهم وعن قضيتهم ولاسترجاع حقهم، رغم انه عم يروح منهم كثير شهداء وعم يفقدوا كثير، يعني فهن بس هي قضية اليوم وطنية وقضية عربية لكل العربي بيآمن بأحقية القضية الفلسطينية. تماما.
تمام. خلال حديثك ذكرتي انه 100 طفل اليوم شاركوا بالفعاليه، خلينا نحكي كيف كان تفاعلهم اليوم لهدول الاطفال، ردود افعالهم كيف؟ توصفي لنا الاجواء اكثر. هلا بصراحه اكيد نحن عم نخفي انه الطفل مثل الكبار مع اهله، عم يشوف الاحداث، عم يشوف الاخبار، عم يشوف المناظر، فهن كانوا كتير متأثرين وكتير كانوا متفاعلين. يعني لما عم يغنوا بتحسي طالع نابع من إحساسهم، عن أهر. لما عم يحكوا الشعر عن فلسطين، يعني تفاجأت بطفل أنا حفظته شعر عن غزة وعن فلسطين، بآخر الفقرة قال تحيا فلسطين وعمل هيك، فأنا كتير مبسطت إنه هي طلعت منه عفوية وارتجالية، هو ما له مدرب على هاي الكلمة. فبتحسي إنه فعلاً هن قلبهم، ومن الطفل ما بيعرف يكذب، الطفل بريء، فمشاعره بتكون صادقة وصافية. فكان فعلا في كتير يعني كانوا منفعلين ومبسوطين انه هني عم يعملوا شيء، خاصة لما نحن قلنا لهم انه نحن عم نقدمها هي هدية لأطفال فلسطين، فكان كتير تجاوب حلو من الأطفال. ويمكن اليوم وقت منقول عن الطفل نحن بنحكي عن الشيء العفوي بحياة الطفل، يعني طبعا. يمكن هنن عفويتهم نابعة من القهر، نابعة من الصور الوحشية اللي عم نشوفها لأطفال غزة. الطفل اليوم ما عم يقدر يستوعب انه هو عايش بحياة آمنة بين بيئة ومجتمع، وفي امامه طفل اليوم مشرد بالشوارع. اليوم حكينا عن ردود الفعل عند الاطفال، خلينا نحكي عن الاجواء بالفعالية بشكل عام. ناس حبت، ناس تفاعلت مع الاطفال، شو كانت اهم الشيء، الملاحظات الايجابية؟ دائما نحن وقت حتى الشيء السلبي وقت اللي بيكون بناء هو مهم بحياتنا. هلا الاهالي كثير كثير كانت مبسوطه وكانت متفاعله، وبصراحه في ناس قالوا لنا انه نحن اول مره بنعمل فعاليه بيوم الطفل العالمي كروضه. نحن بنعمل باخر السنه حفله ختاميه لتخرج اطفال الفئه الثالثه، فكثير اجى طلب من الاهالي انه يا ريت دائما تذكروا اطفالنا، تذكروا هذا الجيل بهيك امور مهمه بحياتنا، خليهم يحسوا بوجع الاخرين، يحسوا بمعاناتهم. كثير كانوا مبسوطين وكثير كانوا متفاعلين، وأغلبيتهم طلبوا الفيديوهات وطلبوا الصور عن الفعالية، فالحمد لله رب العالمين، يعني كان ردة الفعل إيجابية كتير. واليوم يمكن أي عمل له عقبات أو له تحديات ممكن تواجهه سواء قبل التحضير أو أثناء التحضير والعرض. اليوم إحنا عم نحكي عم نتعامل مع فئة صغيرة من الأطفال، خلينا نوضح كان في عقبات معينة واجهتكم أثناء التقديم؟ هلأ طبعا الأطفال مو كلهم بتحسيهم على نفس السوية، يعني الأطفال في طفل مثلا ممكن تعملي له الفقرة يحفظها من أول مرة، أو تعيدي له الجملة يحفظها من أول مرة من ثاني مرة، هذا بيرجع لذكاء الطفل، لقدراته، لمواهبه. فبعض العقبات كانت أنه في أطفال ممكن عندنا في مقطع طفل شاف أمه على المدرجات فصار يبكي وما كفى الفقرة. نحن طبعا أنا قربت لعنده سألته أنه أنت حابب تكفي الفقرة أم تحب تطلع، فأمه وقفت من تحت على المدرجات درج وصارت تتحرك معه، وهو كان كمان عنده فقرة فردية شعر عن فلسطين، خليت أمه تطلع وراء الكواليس وتحفظه ترجع تسألي إذا هو حابب يقدم الفقرة أو لا. يعني هي براءة الطفولة مثل ما حكينا، ممكن يطلع معك طفل يتصرف بتصرف، ممكن يبكي، ممكن يعني كتير طلعت فترات كتير حلوة. يعني في طفلة قربت قدمت الأغنية عطونا الطفولة بالفرنسي، رجعت فهي خربطت، ما وقفت مكانها، وقفت بمكان تاني، فبتلاقي رفيقتها من طرف شدتها ورجعتها لمكانها. فهي الشغلات بالعكس بتحسيها ما لها عقبات، شو ما طلع من الطفل هو حلو، شو ما قدم هو حلو، شو ما عمل هو حلو. يعني نحن ما لازم نكون قيدين الطفل. مين اللي دربنا؟ انه في أنسة رشا، هي أنسة الرياضة. شكرا. فنحن دائما مسؤولين عن الفقرات والحفلة الختامية لنهاية العام. طيب خلينا نروح بالتساعد مع الأهل، يعني مثلا نحن الشعر بنبعته كمان للأهل مشان بالبيت شوي يدربونا تدريب أكيد. يمكن بالبيت عملوا لهم عجقة، يعني على هن فايتين هن طالعين نازلين شعر وغني. يعني كثير مهم اليوم نحن مثل ما قلنا الدمج بالناحية الإيجابية، ولكن اليوم نحن ما فينا نمنع تصدر المشاعر السلبية لهذا الطفل. اليوم هذا الطفل أمام خلينا نقول سوشيال ميديا، خلينا نقول ما في تلفزيون، ما عم يتابع شاشة، اليوم هو على وسائل التواصل الاجتماعي، هو ما عم يشوف تواصل اجتماعي، هو عم يشوف المدرسة بالروضة، عم يسمع أحاديث رفقاته أنه شفته مبارح شو صار، شفته الطفل كيف ما استشهد، شفته أمه شو ساوت. هدول المشاعر السلبية بس تتصدر للطفل
الطفل إذا ما تم الرعاية من الأهل من الأخصائيين حيحملها فيما بعد لعمر الشباب وحتأثر أكيد بشكل سلبي. خلينا نحكي اليوم نحن كيف قادرين نحمي، نحن ما قادرين نمنع، نحن قادرين اليوم نحمي. تمام، هلا نحن يعني قدر المستطاع قدر المستطاع مفروض بس يطلع منظر، يعني معلش منظر فيه دم، منظر فيه تشوه، منظر فيه انه نحن الكبار عم نتاثر، عم نبكي، عم نحس حالنا انه نحن انفعلنا، نحن تضايقنا، نحن حزننا. يعني قدر المستطاع اول شيء نحن نبعد الطفل عن هاي المناظر. هلا السمع غير الشوف، لما صحيح. الطفل يشوف بعينه بتحسي انه هو تمت بمخيلته وتمت بذاكرته. الطفل ذكي بيتخيل، يعني كمان خياله بس يضل اخف بكثير من النظر، يعني بشكل مباشر. حتى احيانا في اطفال اذا بتشوف منظر بتلاقي بتقلك الام عم يفيق بالليل، عم يصير معه كوابيس. فنحن قدر المستطاع نحاول نبعد الطفل على هاي المناظر. نحن ممكن نحن نشرح له بشكل مبسط انه هن عم يعانوا، بس هن بالاخير شهداء، يعني هن عند ربنا بالجنه بنعيم الجنه. يعني نحاول نعطي بعض الافكار السلبيه، الافكار اللي ممكن تخلي الطفل يحزن، يزعل، يتضايق، ينقهر. نحن دائما بنعطيهم الامل، بنعطيهم انه هن عم يدافعوا عن وطنهم، هن شهداء وهن بدهم يرجعوا ارضهم، بدهم يرجعوا حقهم المغتصب. فهيك لازم دائما نعطي الايجابي للطفل عشان ما يعيش بهذا الكابوس او هذا الرعب يلي عايشينه اطفال غزه، ونحن بقلوبنا وضمائرنا ودعائنا دائما اكيد معه. اكيد يعني عزيزه للاسف اليوم بتلاقي نسبه كبيره من الناس ما بتتذكر الموضوع واهميته الا ليكون في يوم عالمي، ونحن عم نحكي عن اليوم العالمي للطفل. المفروض هذا اليوم يكون تذكير للعالم باكمله عن حقوق صحيح. الطفل، عن الدفاع عنه، عن القضايا اللي ممكن تتعلق فيهم. طيب خلينا نحكي ونوضح شو هي ابسط اليوم حقوق هي الطفل. أكيد أن أبسط حقوق الطفل أنه هو يشعر بالأمان، أنه يكون ببيئة بيحصل فيها على الغذاء، حق التعلم، حق الأمن، حق العيش ببيئة آمنة، حق المسكن، اللبس، الشرب. هذا كله للأسف بغزة، للأسف الغرب عندهم هن اللي طلعوا يوم الطفل العالمي وهن اللي طلعوا حقوق الطفل، بس للأسف ما عم تتنفذ غير على الشيء اللي هن بالدنيا. يعني هن لو بس عم ينفذوا كان ما صار كل هذا بغزة وبأطفال غزة اللي عم يموتوا بالحضانات، اللي عم يستشهدوا بالمئات وبالآلاف. طبعا وقت عم نقول أطفال غزة نحن قدام مشهد جدا مؤلم وجدا قاسي، يعني صحيح. على الكبار قبل الأطفال. اليوم في حالات بتمروا الأهل بجوز ما ينتبهوا لها، بجوز حضرتكم كأخصائيين كمتابعين تكونوا دائما نحن كأهالي منحس أنه المس هي أقرب لأن من طفلنا أيام المدرسة وأيام الروضة، نسمع أخبار طفلنا منا شو الإيجابي عنده شو السلبي عنده، يعني صمام. وبالمدرسة وبالروضات. يعني خلينا نروح للحالات اللي ممكن تعرضت للأطفال هاي الفترة وكنتوا شاهدين عليها. تمام، هلأ سلوك الطفل ببين سواء كان بالمدرسة أو بالبيت، ومثل ما قلتي حضرتك ممكن بالمدرسة يكون واضح أكثر بالنسبة للمس، لأنه هي مثلا فرضنا هذا الطفل عنده حركة، فبيوم مثلا شافته انه هو ما عم يحرك، هو زعلان، ما عم ياكل، منطوي، فهون هي بدها تبحث عن السبب يلي ادى لانه هذا الطفل يصير هيك. فهون بيصير التواصل مع الاهل انه الطفل عم يتعرض مثلا لضرب، هل هو مريض، هل هو في عنده مشكله، انه سلوكه ما كان هيك. فهون بيصير لازم يكون في تعاون دائم بين الاهل وبين المدرسه مشان الطفل ما يصير عنده اي سلوك او اي مرض او اي مشكله ونعالجها البداية. تمام، قبل ما نختم مع حضرتك خلينا نسأل، اليوم ضمن هي الفعالية كان في أطفال من فئة ذوي الهمم كانوا مشاركين اليوم، لأنه من حقهم أكيد يندمجوا أكثر بالمجتمع، وضحي لنا أكثر. تماما، هلأ نحن بالنسبة للنادي والروضة ما في بصراحة دمج، نحن في دمج للأطفال الأيتام لأنه نحن عندنا بالجمعية قسم للأيتام، فكانوا أكيد موجودين الأطفال الأيتام. بس دائما الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة بده أكثر يكون بدك تدربيه أكثر في له فقرات أكيد بتكون غير فقرات الطفل السوي، في فعاليات خاصة. تماما، له فعاليات خاصة ممكن أنه هو يشارك بضمنها مشان ما يحس حاله أنه هن رفقاته عم يحركوا حركة هو ما قدران يأديها، فهو بده يشعر بالنقص، بده يصير انتباه كل الأطفال على هذا الطفل. فبالنتيجة نحن ما حتكون الفقرات سلبي، ما حتكون الفقرات أنه يعني بالشروط اللي موجودة أو تتأدى بالشكل السليم. أكيد، يعني بالختام بدنا نتشكرك كثير الاختصاصية التربوية عزيزة نورسي، أهلا وسهلا فيك، نورتينا.
تسلموا، شكرا لكم وشكرا لانكم ضويتوا على هاي الفقره. يعطيك العافيه. شكرا لحضرتك، وبدنا لكم يعطيكم الف عافيه لكل الكادر الموجود اللي قدم بهذا اليوم ضمن الفعاليه، ودائما هيك بانتظاركم بفعاليات، ولكن ان شاء الله تكون بالنصر والخير، والخير دائما لاطفالنا. شكرا لحضورك لليوم.